على ريم الفلا على ريم الفلا اليوم نتحدث عن فن الصوت، أصنافه وأسماءه، نشأته ونماذج من تراثه وظلاله. فالصوت هو فن الخليج. لفن الصوت مكانة رفيعة، غناؤه طرب ونصوصه جميلة، كثر فيه شعر الفصحى والشعر الحميني المعروف في اليمن. من أبرز الفنون والأنماط الغنائية في المنطقة الصوت. كلمة الصوت بحد ذاتها في عليها جدل كبير، حسب ما يعني أنا أعتقد بأن الصوت كمصطلح كان يقصد به دائما أغنية في المنطقة اللي هي شبه الجزيرة العربية. ففي اليمن على الأقل إلى الثلاثينيات أو الأربعينيات كانوا يستخدمون مصطلح صوت لوصف الأغنية، فيقولون صوت صنعاني يعني أغنية صنعانية، وصوت شحري يعني أغنية شحرية أو أغنية من النوع الشحري أو من منطقة الشعر. طبعا بالنسبة للصوت في دول الخليج يعتبره الفن الخالد، لأن الهوية دائما يعني تؤخذ من شكل يكون بارز، وهذه وفن الصوت يعتبر بصمة. الفضل يرجع بعد الله حق عبد الله الفرج، طبعا هو الأول من لحن فن الصوت المتعارف عليه في الوقت الحالي، وطبعا ان صار على منوال الكثير من الفنانين الى الان، يعني حتى الجيل الجديد اللي قاعد يؤدي فن الصوت ياخذ من نفس الروح. فن الصوت معروف انه في عندنا احنا ثلاث اشكال، اللي هي العربي 6/4 هذه يعتبر من اصعب الانواع، الشامي 4/4، في الختم وفي الخيالي. بالنسبة حق التفاصيل فن الصوت أو المراحل اللي يؤدى فيه، في التحرير أول شيء اللي هي تقاسيم على العود، بعدها يبتدي المطرب في الموال، يعني يعتمد فيه على الشعر العربي العمودي القديم المقفى، يختار فيه بيتين أو ثلاثة بيات يكونون مؤثرين جدا في المستمع، ويبتدي من خلالها يختار المقام اللي راح يؤدي عليه. بعدها يبتدي فن الصوت بمراحله، ينتهي بالتوشيحة، وبعدين التقاسيم الأخيرة اللي يمارس من خلالها الصافقة والزركشة اللي طبعا معروفة في جلسات الصوت. دائما فن الصوت يعني في مصطلح شعبي عند الناس يسمونه الفن اليابس، يعني فن الشعر اللي فيه فن شعر مختار من عيون الشعر العربي. أيضا شعراء نبط قدروا أنهم يكتبون لفن الصوت مخصوص، لأن القوالب الشعرية اللي في فن الصوت أكيد تختلف اختلاف كلي عن مثلا العرضة عن الفنون الأخرى. الأدوات أو الآلات اللي تستخدم من الصوت معروفة، طبعا يكون هو الفن الوحيد اللي فيه آلة موسيقية، لأنه معروف فنون الخليج كلها فنون إيقاعية، عندنا أكثر من 500 شكل من الآلات الإيقاعية، طيران، طبول، مراويس. المرواس هذا ما يميز فن الصوت، والعود هو الآلة الموسيقية الوحيدة اللي في هذا الفن. وبعدها طبعا صار في يعني نوع من التطوير
على هذا الفن ادخلوا عليه في الآلات الغربية مثل الكمنجات، مثل في بعض الآلات العربية القانون الناي دخل في لما انتشر عوض الدوخي أو عوض الدوخي حاول أن يوثق هذا الفن وغنى تقريبا يعني عدد كبير من الأصوات، استخدم فيه يعني فكر سعود الراشد، وأيضا يعني حتى هو كانت له في بعض المداخلات هو مع يوسف الدوخي أيضا كان لهم بعض الألحان، يعني ما تروح بعيد عن أجواء عبد الله الفرج، يعني تأخذ منها وتعطي. صار فيه أيضا بعث روح جديدة في فن الصوت في فترة عوض الدوخي. فن منتشر في يعني في منطقة الخليج وحواليها مثلا قطر في البحرين في الكويت بشكل كبير، لأن هي المدخل اللي دخل من خلاله فن الصوت. الرقص المصاحب اللي هو الزفان شبيه جدا أو مأخوذ، خلينا نقول إنه مأخوذ من الزربادي المعروف عند أهل حضرموت. الميزة في الزفان فن الصوت إنه إن إيقاع الرجل ما يرتبط بالإيقاع الحسي اللي قاعدين نسمعه من المرواس، دائما يكون في مثل البساتة السيارة في اختلاف بين الإيقاع وبين توقيع الرجل، هذه الصعوبة فيه، عشان شيء مو بأي واحد يقدر يؤدي فن الصوت. المتميزين جدا كانوا يعني ياخذون فترة من السلطنة، يسلطن يعني يقعد مثلا يقعد مع نفسه إلى أن يعيش الحالة، بعدها يقوم يؤدي أشكال استعراضية في الزفان. يمكن يكون هو معروف عند اللي قاعدين أنه هذا يعني زفان على مستوى محترف، بس يطلع لهم بابتكارات جديدة يمكن ثاني يوم ما يقدر يؤديها لأنه كان في حالة انتشاء أو في حالة توحد مع هذا اللون فأبدع فيه. طيلة العصر الجاهلي والعصور الإسلامية الأولى لم نسمع بمفردة صوت، حتى يعني في ذكر صفي الدين الأرموي فصارت مفردة صوت ترادف مفردة أغنية، مما أوقع كثير من الباحثين خصوصا الخليجيين في بلبلة، قالوا ها ما دام هناك صوت عيل هذا الصوت احنا اللي نغنيه هو امتداد لذاك الصوت اللي كان في العصر العباسي، طيب ليش ما بقى هناك؟ يعني شلون هاجر ترك بغداد وشقح هالبحور وهالعصور كلها عشان يستقر في الخليج؟ احنا دولنا دول حديثة. اما في منطقة الخليج فكلمة صوت شكلها اوضح، هي ليست اغنية فقط وانما نوع معين محدد من انواع الغناء اللي هو الغناء اللي لازم يتطلب العود والمرواس ورقص معين يسمى الزفان، هذا لما تجمعه كله مع بعض وتأديه بشكله تقليدي يطلقون عليه صوت. وجلسات الصوت قديما مختلفة عن الجلسات الموجودة اليوم، قديما الجلسة كانت تبتدي بغناء لا يطلق عليه صوت وإنما يطلق عليه استماع من السمع، وهي أغنية، هي أغنية واحدة يقدمون في الحفلة أو السمرة أو الليلة، أغنية واحدة موزونة لكن من غير أي مصاحبة إيقاعية، ممكن أن عود
وكمان أو أي آلة موسيقية متوفرة لكن بدون استخدام أي نوع من أنواع الإيقاعات. نجد أن الغناء المتعارف عليه في الخليج حتى العشرينات من القرن الماضي هو فن الصوت، وبالتحديد في الكويت وفي البحرين. إنما هناك بعض المجاميع في الساحل الشرقي من العربية السعودية اهتموا بالصوت، بعض المجاميع أيضا في أطراف عمان كصور والإمارات العربية المتحدة إلى حد ما مؤخرا أصبح الصوت كأنه هو القناء المتقن للمنطقة. وعادة يبدو بأن قديما كانوا بعد الاستماع يغنون صوت عربي. الصوت العربي احنا اليوم نقول عنه عربي لأن ميزانه 6 ضربات 6 4، وبالقديم كانت له أشكال مختلفة، يعني كان طبعا كل لحن له اسم، كانوا ما يشيرون إلى الإيقاع وإنما يشيرون إلى اللحن. فن الصوت في التقسيم عقب التقسيم شنو فيه؟ الموال يبتدي يغني الغناء الحر، هو يسمونه الغناء المرسل في عند العرب. طيب إذن تقسيمه ثم موال ثم الصوت نفسه يصاحب زفن، حتى الحركات التعيش وال احنا في شيء احنا نسميه حرب الشك، اللي هو يركض الواحد اذا استبد بالطرب حق زميله ويوقف حذاه واثنينهم ينشون في الهواء، هذا الحركات كانت موجوده يسمونها الحنبشه باللغه العربيه، حنبشه بمعنى نزا وزفن ورقص والى اخره، احنا نسميه حربشه بالراء، يعني اختلفنا بين النون والراء. ايضا حتى ذي متوارث. في الختام في التوشيحه، والتوشيح يمكن يعتقدون كثيرين ان احنا ما عرفنا انماط الموشح، لا عرفنا انماط من الموشح ومن زمان. هناك شاعر في عام 1612 توفى 1612 اسمه داود بن ابي شافين الجتحفصي البحراني، عنده موشحة في غاية الروعة. بعد الصوت العربي يقدمون صوت شامي، وهني في نقطة مهمة أن في بعض الباحثين يقولون بأن صوت عربي لأن يقدمون فيه النص العربي الفصيح، وهذا كلام غير دقيق، لأن الصوت العربي ممكن تقدم عليه شعر كلاسيكي فصيح أو شعر حميني عامي، فهو غير مرتبط باللغة الشعرية المستخدمة في الألحان. هذا شيء. والشامي اللي هو 4 ضربات وأخف وأسرع من العربي أيضا نفس الشيء، ممكن تقدم عليه فصيح
أو ممكن تقدم عليه العامي أو الحميني. الصوت العربي والشامي هما أهم فنين أو هما أهم إيقاعين وشكلين غنائيين في الصوت، أهم من الاستماع اللي تكلمنا عنه، وأهم من الصوت الخيالي اللي دائما يقدمونه في منتصف الجلسة لكسر الرتابة الإيقاعية نقدر نقول. والصوت الخيالي هو 12 ضربة سريع، وفي بعض الباحثين يعتقدون بأنه هو كأن إيقاع ما بين الإيقاعين اللي هم العربي، احنا عندنا عربي وشامي، الخيال يكون بالنص كشكل إيقاعي. الختم أو الختام أثنيناتهم نفس الفن، هو لحن واحد وإيقاع واحد ودوره دور واحد اللي هو إنهاء الحفلة أو التجمع الموسيقي، ولذلك اسمه ختام. والختام لا يصح بعد غناء أي شيء، يعني ما يصير مثلا عقب ما أغني الختام أروح أغني سامري لأنه والله خلصنا إحنا أصوات، لا، الختام يعني أنا أنهي الجلسة وخلاص، ويصير مثلا نقدر نقول ان الناس تمشي. يعني اليوم راح نلقى فيه تغير، يعني مثلا الختام والخيالي صارت اشبه بان قالب واحد، قديما لا، الناس تخلط اليوم ما بين الفنين هذيلا، قديما لا، هذا لا دور ولا ايقاع ولا شكل ولا يعني زمن معين، والخيالي له دور ثاني مختلف ما له علاقه في الختام. اليوم اشوف بعض الفنانين يخلطون، يقولون والله يسمون الختام خيالي ويسمون الخيالي ختام أو ختم، هذا يعني عدم دقة. حصل مثل يجد عالم بمخفي المدمي وضميره، عالم بمخفي المدمي وضميره. كان الأديب الفنان عبد الله الفرج هو أول وضعي قوالب جديدة، لحن الصوت في قالبه المعروف الآن، وهو يكاد يكون الموسيقي الأكاديمي الأول في الخليج. عبد الله الفرج هو يعني بحكم معلومات المتواضعة أنه طبعا أبو الصوت في الخليج، وكل الألحان اللي سمعها بالنسبة لي أنا، وفي ناس كثار يعرضوني في هذا القول، ان كل الالحان اللي قاعدين نسمعها في الصوت الاصلي
يعني من مثلا محمد بن فارس صاحب الوليد، هم يعني هم اللي بدأوا في مرحلة التسجيل. عبد الله الفرج اختلط بحكم عشقه الشديد للفن، اختلط بالفنانين اليمنيين واختلط بالفنانين الهنود، بس اختلاطه بالفنانين اليمنيين عمل عنده نوع من المزج، لأن الزفان في فن الصوت مأخوذ من الزربادي اللي هي راقصة معروفة في حضرموت. التصق فيهم، وحتى الأشعار اللي لحنها أشعار يمنية، مثلا وابي روحي من الغيد هيفا، هذا لحن يمني معروف، بس هو أدخل عليه الصوت العربي أو الإيقاع العربي اللي أصوله من الموشح الأندلسي. وطبعا اللي معروف في التاريخ أن أول من غنى الصوت سيدة اللي هي عليا بنت المهدي اللي هي أخت هارون رشيد. Salt, we call the art song of the Gulf. It's very, you know, sophisticated. It's considered the most kind of sophisticated, tasteful, artistic music. Abdullah al-Faraj, his ancestors were Dosari. His father was in Qatar and his uncle. And then they came up to Kuwait. He has a Kuwaiti mother. He's born in Kuwait. This is the 1800s. So it's remarkable we have the history we do of him, because it was oral history. So that we have accounts of him is remarkable. He was raised in India, very wealthy, best education. This kid had, you know, the finest teachers. He spoke Urdu. He was taught his Arabic by Yemenis, because there was a huge Yemen presence in Bombay at the time. In fact, one account says the majority of the soldiers in the Bombay army were from the Yemen. So, and Yemenis speak beautiful Arabic. So here he's exposed to this one and poetry, this wonderful Arabic poetry, and this plus the fantastic education in math and literature and science, and he's educated in music. His father dies; he's 18 or so, and the kid inherits all the money, squanders all this guy's money. There are accounts of him just, you know, passing it away in the streets, and his friends taking advantage, saying, "Have a party, okay." And he would just used up all his father's money. His sister was very angry. What are you doing? So by the age of 21, he's broke. He comes back to Kuwait, because what's he going to do? He can't stay in India. He comes back to Kuwait. And here, he sees the music, a lot of da-ga-ga, loud. And he says, no. Come into my diwaniya. And he has oud. And it's sophisticated. And the words are beautiful. And he's using fusha and other types of classic, certain types of Yemeni Arabic. Abdullah bin Muhammad al-Faraj, fannan, Kuwaiti. يعني من بيئة أو من قبيلة تهتم بالفنون. يعني قبيلة الدواسر فيها كثير من أهل الفن، وخاصة فن السامري مشهورين بقبيلة الدواسر. وهو الحبيب يطلع على بدرة، يعني ما مو بعيد عنه. ففي ديوانه نلقى السامري، ونلقى اللعبوني، ونلقى الصوت، ونلقى العرضة، ويعني زاخر بالألحان وكذا. لكن لا شك أنه في ذاك الوقت عبد الله الفرج كان اسم كبير، والاسم الكبير يجد حفاوة، يجد ترحيب، ويجد مريدين، ويجد ناس تهتم بالفن. والكويت والبحرين من أصل التواصل بينهم مستمر، والتواصل بينهم يعني التبادل في الفنون موجود. خالد البكر عشر سنوات في البحرين، واللي هو تلميذ عبد الله الفرج. يوسف البكر عشر سنتين أو ثلاث في البحرين. سعود الياقوت، سعود الكويتي، 15 سنة في البحرين، بس رايح يعني 15 سنة. هذه كلامه هو يعني. الرائد في الكويت عبد الله الفرج، والرائد في البحرين كان صقر بن علي في نفس الفترة اللي كان فيها عبد الله الفرج. ثم صقر بن علي علم ولد شقيقته صقر بن فارس، أو عبد اللطيف بن فارس، عبد اللطيف بن فارس علم محمد بن فارس، وهكذا. وعندكم عبد الله الفرج
علم عيال البكر، وكما يقال عيال البكر اللي هو يعقوب البكر علم أخوه يوسف البكر، وعلم داود الكويتي، وعلم صالح الكويتي، وعلم يعني عدد. صوت عربي، تلحين عبد الله الفري، عزف الموسيقار الكبير حجي يوسف البكر، ترويس محمد البكر. أسماء كثيرة في التي تناولت في الصوت، في يعني أحد الأصدقاء استنبط 10 أسماء قبل محمد فارس، يعني في ناس تغني. وأول توثيق لمطرب في الخليج كان في البحرين في 1826. تبلور فن الصوت وأبدعوا فيه أهل الخليج. ترك لنا المرحوم الفرج عشرات الأنماط، ومع الأسف الشديد أنا أبحث عن شعره في الصوت ما لقيت إلا قصيدة واحدة اللي هي والله ما دريت. هو شاعر، فليش ما ألف حق نفسه؟ ما عندي إجابة، بس أنا إذا كان الشيء بالظن والحدث والقياس أعتقد أنه في قبل شعراء، هو لم ينبت من فراق، في قبل مغنين مثل ما قبل محمد فارس مغنين. مو معقول دولة 300 سنة عشان عقب 300 سنة يطلع واحد يقول يبتدي الغناء منه. لا، الغناء كان موجود بس ما كان للزخم، يعني ما كانت هناك حرفة الغناء ولا صناعة الغناء. محمد الزويد كان شنو؟ كان نهام ومطرب. محمد فارس شيخ عنده زراعة يأكل من النخل ومطرب. ضاحي بن وليد على السفر التجاري ومطرب. محمد علاية سواق ومطرب. دائما عندهم حرف ثانية تأكلهم عيش. لم يعتمدوا اعتماد تام على الغناء إلا بعد ما يصير عندهم احتكاك، ويصير عندهم نقل الفنون، ويصير عندهم تطويع الفنون. يعني أخذ فن كويتي أبحرنه، يأخذون فن بحريني يكوتونه، يعني هذا شيء عشان يكون قريب من البيئة ومقبول عند الجميع يعني، فهذا شيء طبيعي. فأكيد عبد الله الفرج أثر في أكثر ما أثر في الكويت وفي البحرين. احنا نشوف ان اخر حياته كان في البصرة، واخر حياته اقام في البصرة، بس هو دائما يتردد على البصرة ويروح من يوم يعني اقوم راح الكويت وعاش كم يتردد على البصرة. ما
ما نجد تأثير عراقي فيه، وهذا شيء غريب. اللي جاب الصوت أساسا عبد الفرج، وأشار حقيقة الدكتور يوسف دوخي رحمة الله عليه في دراسة اللي هو قدمها، يقول إن عبد الفرج كان فنان وكان باحث، فكان يبحث في كتب التاريخ، جاب يعني الألحان الصوت من بطون الكتب، وحاول يعني اللي ما اللي يستنتجه وياب لنا شكل الصوت الموجود. عبد الفرج يعني اللي قريته عنه واللي عارفه عنه، هو مبتدع فن الصوت، وهو شاعر قال كثير من الأصوات منسوبة له من تأليفه، وعبد الله الفرج هو اللي في يعني تقدير معظم الدارسين واللي كتبوا انه هو اللي ابتدع فن الصوت، وهو اللي اضاف آلة المرواس، يعني هو اللي لانه اقام فترة في الهند وبعد ذلك لما رجع كان في ذهنه هذه الايقاعات الجميلة وعمل اضافته. اما القول مثلا بان محمد فارس هو ابتدع فن الصوت، لا، محمد بن فارس مبدع كبير ومطرب كبير، وما زالت الانغامه واداءه وطريقه دي ممتعه، لكن محمد بن فارس يعتبر جيل، مو جيل ثاني ولا ثالث حتى عقب عبد الفرج، لان عبد الفرج توفي 1901 بينما محمد بن فارس يمكن ما ولد ب 1901. محمد فارس تأثر كثير بعبد الرحيم العسيري. عبد الرحيم العسيري هذي أستاذ يقولون أستاذه، هو طبعا أستاذه صقر بن علي أو أخوه عبد اللطيف بن فارس، عفوا يعني عبد اللطيف فارس أستاذه صقر بن علي، هو تعلم العزف والغناء من عبد اللطيف بن فارس. لما جاء عبد الرحيم اليماني البحرين وقعد في البحرين فترة، ياب أنماط جديدة من الغنى، كانوا يسمعون منه أغاني أول مرة يسمعونها. فمحمد فارس سوى ياخذ النص ويركبه على الصوت، يعيد تلحينه ويؤديه كصوت، يعني مثلا لمع البرق اليماني فطلع فن جديد أثر فن الصوت اللي موجود أصلاً قبل، أنا يعني في رأيي موجود قبل محمد فارس وقبل عبد الله الفرج، موجود في المنطقة بس لم يتوثق. فأثر هو وزميله ضاحي يبوا لنا حوالي 60-70 لحن، ثلاثة أرباعها من كلمات أخذوها من وين؟ من شعراء من يافع ومن صنعة ومن الشحر، زين، يقول لك هذه صوت يافعي، صوت شحري، صوت صنعاني، صوت كذا، هذه نسبة إلى القصيدة، إنما الإبداع منهم، التلحين أو صياغة اللحن على الصوت إبداعهم. فطلع لنا فن جديد مبتكر، يعني الروادة هذا الاثنين محمد فارس وضاحي بن وليد، لأنه وثقت هذا الفن الأسطوري. سعود تخصص بالتراث مال عبد الله الفري الأصوات كلها، تحمل هذا الجانب وعاد تجديده ابتداء من صوت سادتي إلى ملك الغرام إلى لولا النسيم، يعني قوالب هذه، بس أضاف لها اللمسة الموسيقية والجميلة. مشكلته أن حتى أنه اللي عمل ألحان خاصة فيه الناس تشك هذا هل من تراث ولا لا، عرفت شلون؟
فأبدع فيه هذا الجانب. أوه يا مال، أوه يا مال، أوه يا مال، أوه يا مال. أنا قاعد وياه في السطح، هالعبيد اللي عبدات الجيمناز حواليهم، حواليهم عبد الفرج، ولما مروا من هناك لما مروا من هناك قال لهم وقفوا عند وجه السكة يسمونها الخينة، ديوان الخينة، ودقوا لهم فصل خماري، قال يا ثمان قول لهم يشيلون بلام، بالله دق بلام بالله دن البلم، جد مشراع زين خله يسير. ما هي لحن هذه؟ لحن عبد الله. اه. ايه دق خماري. ايه. ودق عقب ما دق عند شم ريال حد الزولية. ودق فصل ساشان يقول لي عثمان اعطهم اللي حد الصف. كذا؟ يسوي 40 ريال شيء. هذا اللي عنده؟ هذا اللي عنده. اعطاهم اياه؟ قال اعطهم اياه. ايه. شلته انا وخليت نص واعطيتهم نص. آه. ما يدري هو قطيت عليهم وراح. ما درت بعدين؟ لا ما درت. ايه. قد الصبح. يوم يشوف شنو ذلي شافهم يتشان يقول يعني والله على بال انك كريم ما تروح بخيل. قلت ليش؟ قال شو لا يخليهم؟ ايه زين طول العمر هاي نسيتهم. ايه ضحك سكن. يعني قلت يعني مثل سوالف ما مش هالشكل انت قلت ما مش. Oh, he's wonderful. And not only was he a fantastic composer, because so many of the salt we have today, he composed. And there was this, this was the type of music he had introduced to the Kuwaiti community. He, that's why we call him the father of salt. But he was also a fantastic poet. There's multi-volumes of his work. He composed poems in Nabati, in the dialect of the Nejd, you know, when nobody else was, and he was writing it down. So he really appreciated language. He not only is, in my opinion, perhaps the greatest composer in the history of Kuwait, but arguably the greatest poet. Fantastic person. I tell my students all the time, this is your Mozart, this is your Beethoven. لقد أبدع فنانو الخليج بفن الصوت بتلحين أجمل الأشعار الفصيحة، وتلك الأبيات تطرب وهي صامتة، فكيف إن ذوبت مع عود وإيقاع؟ Oh, we are more.
الصوت.